صدقني لو انت ذاكرت اللي فات كويس وعرفت خطة الكورس بجد وأدركت الهيكلية الخاصة بالكورس هتكون أقوى بكتير بفضل الله، وهتحترف اللغة وهتكون عملاق فيها. وأنا بقولك كده لأن ممكن تكون أنت لم تتابع الكورس من البداية، أو رأيت هذا الفيديو بالصدفة، أو لم تسمع عن الكورس من قبل. اعرف كورس السي شارب بسهولة، كل اللي هتعمله ادخل بس على اليوتيوب واكتب أكاديمية حسونة ودوس انتر وادخل على الأكاديمية، ادخل على البلاي ليستس دي هتلاقي فيها كل ما يخص السي شارب بفضل الله. هتلاقي فيها 80 حلقة جزء للأساسيات، و 120 حلقة جزء للفورمز والتولز الخاصة بيها، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالأوبجكت أورينتد بروجرامينج، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالASP.NET للويب للسي شارب، وهتلاقي فيها 300 حلقة خاصة بقواعد البيانات باحترافية بفضل الله، وهتلاقي بلاي ليست كبيرة بتضم كل الفيديوهات دي علشان لو انت عايز تتفرج عليهم مرة واحدة وتذكرهم مرة واحدة ككورس كبير، ولو انت كمان عايز تتفرج عليهم ككورسات صغيرة اجزاء زي ما شايفين قدام حضراتكم كده. هنصحك نصيحة، ما تبدأش في الحلقة دي الا وانت مذاكر اللي فات ده كويس علشان تكون اقوى بفضل الله. وما تنساش تدخل على موقع حسونة اكاديمي www.hassuna-academy.com وتدخل على انضم الينا، وتدخل على انشاء حساب وتسجل عندنا عشان نعرفك، وتتابع كل جديد على الموقع سواء كورسات او حاجات في الشاشة الرئيسية او تحديثات للموقع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 1147 من كورس سي شارب دي بي اكزامبل سبورت. ودلوقتي بفضل الله الدور على تقرير جوه البحث لهواتف العميل، جوه بحث العميل لهواتف العميل. في آخر حاجة عملناها كان تقرير الكل وتقرير البحث جوه شاشة بحث العميل. عايزين نعمل تليفونات العميل. طيب نعملها ازاي؟ يعني ممكن زي ما عملنا في شاشة المورد نجيب دي على جنب ونجيب دول هنا كده على جنب، اوكي، ونجيب دي هنا كده، وناخد نسخة من الاتنين دول كوبي بيست، نحطها تحت منهم على طول بالشكل ده كده. تمام، دول ننزلهم شوية لتحت كده اهو، اوكي، بما فيهم كمان ايه الذكر والانثى دول اهو كده، بس تقريك فيها كده. طيب ايه تاني؟ تعالى بقى نبدأ نسمي اللي هو التكست اللي على الزرار ده المفروض ايه؟ نكتب هواتف الكل اختصار، يعني هواتف الكل، كل التليفونات بتاعت كل الناس. وهنا هواتف البحث، انا عايز تليفونات ناس معينة، ليه لأ؟ فاهم الفكرة؟ هواتف البحث. وطبعا انت كل ما بتكتر التقارير في البرنامج بتاعك، البرنامج قوته مش في مدخلاته، ده بالعكس، ده قوته في تقاريره. يعني انت كل ما تقلل المدخلات بذكاء وتزود التقارير، ده في حد ذاته بفضل الله حاجه جميله جدا. انت بتزود التقارير الاوبشنز، انت كده بتخلي البرنامج بتاعك اقوى كمان، خد بالك، بفضل الله. طيب هنيجي هنا نسمي بقى الزراير دي اللي هنبرمجها اصلا، ده هنسميه بي تي ان فولز اول، وده هنسميه بي تي ان فونز الايه سيرش ريبورت فون بقى فونز اي حاجه ما علينا. طبعا البرمجه بفضل الله سهله جدا لان احنا عاملين اساس كويس للبرنامج بفضل الله. دبل كليك على هواتف الكل وانده على الام، اقول لها دوت ران ريبورت، انا عايز مين الكاستمر، خلاص كاستمر هي تطلع لك الفونز اهي، وادي قوسين فاضيين وسيمي كولون، ده كده كده هيجيب لك الكل. اما الثاني بقى في شغل زي ما احنا عارفين. الاول طبعا محتاجين ان احنا نجيب ارقام، الرقم اول واحد عايزين نجيب ارقام الناس اللي فين، اللي في الداتا جريد فيو دي بتاعه العملاء اللي في البحث، خلاص.
طيب اللي في الديتا جريد فيو نعمل ايه بقى؟ طيب دبل كليك على هاتف البحث ونشوف كده نفكر. احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ طبعا في البداية يعني مثالي افضل نحط الشغل في تراي وكاتش، ماشي، على اساس لو حصل اي ايرور بفضل الله ايه تطلع رسالة افضل من اللي يحصل بعد كده. نيجي هنا نشتغل. في الاول انا عايز اعمل string str nums، ده يكون فيه ثلاث ايه، بصوا ثلاث مسافات كده على اساس ما يعملش ايرور لما اقطع منه لو هو فاضي، خلاص. وفي نفس الوقت انا مش هعديه فاضي معايا، يعني انا لو جيت قلت ال str nums ده بيساوي نفسه دوت سب سترينج، اقطع من اول النص بتاعه لغايه اللينجز بتاعه، واخد بالك، ناقص 3 كده مش هيعمل ايرور. وفي نفس الوقت لو قطع هيبقى فاضي، مش عايزه فاضي، انا عايزه بصفر عشان ما يعملش ايرور في البحث. يبقى هقول له ايه هنا؟ هقول له اف لو الاس تي ار نمز حتى دوت تريم، يعني شوف بص اقصى الايه، اقصى الاحتياطي اهو، لو بيساوي فاضي خليه بصفر، اس تي ار ايه نمز خليه ايه بصفر لو هو طلع بفاضي عشان ما يجيبش هواتف، لو هو دخل حاجات غلط لا خلاص ما يجيبش هواتف، لو الجريد ده فاضي ما يجيبش هواتف، ماشي. ده كده ايه الشغل. اما هنا بقى انا عايز املاه بقى، هنا دوري ما بين هنا وما بين هنا انا عايز املاه. طب املاه ازاي؟ من الجريد. هعمل فوريتش عشان تبقى سهله عليا بفضل الله. فوريتش اهي، الفوريتش ده هتشتغل على ايه؟ هنا كنا محتاجين الديتا، ثواني كده، ديتا جريد فيو رو، اكيد في ديتا جريد فيو رو. ليه؟ لان انا هلف، سمي دي ار ولا اي حاجه، هلف على مين؟ على الدي جي في سيرش كاستمر اللي عندي دوت ايه؟ دوت الروز اللي جواها، فانا كده كده هلف على الجريد فيقبل مني، بحيث لما اجي انده على الار اقول له دوت ايه؟ سيلز رقم كذا. طيب هنا هنعمل ايه؟ هنعبي الاس تي ار نمز بارقام الناس اللي في الجريد ده، فهمد على الاس تي ار نمز هقول لها انت زائد بتساوي هو هو اللي هنحط عليكي، هنحط عليكي اللي موجود في الجريد ده، يبقى ايه؟ الار في كل لفه طبعا دوت سيلز، ماشي، الار دوت الايه؟ دوت السيلز رقم كام؟ ما هو مش هيدخل هنا يلف الا لو كانت الجريد ده فيها ايه؟ صفوف. هي اول واحده صح؟ وهنجرب دلوقتي ان شاء الله بفضل الله. خلاص انا عايز الفاليو اللي جواها دوت الايه؟ دوت الفاليو ودوت تو سترنج، او لا مش لازم دوت تو سترنج لان كده كده زائد، ولا اقول لك يا عم اهو ولا تزعل نفسك، دوت تو سترنج وادمج عادي. خلاص ادمج ايه بقى؟ اهو مسافه كوما مسافه. بس ليه؟ لان في الاخر انا عايزه يشيل الحته دي من اخر واحده بس. بس عشان ما اوجعش دماغي واقعد اعمل افات جوه بقى وبتاع، على طول هي باختصار سب سترنج وخلاص. كده انا هخرج المفروض من الكود ده معايا حاجه من اتنين، لا اما معايا ارقام الناس اللي في الجريد ده حتى لو رقم واحد، واخد بالك؟ لا اما معايا ولا حاجه فبالتالي هيبقى معايا صفر. بعد كل ده بقى اعمل ايه؟ اعمل جدول. اعمل داتا تيبل اسميه تي بي ال، وده بيساوي دي بي دوت جيت داتا على ايه؟ هقول له على الجمله سيلكت استرسك فروم، كان اسمه ايه؟ واحده واحده كده نفتكر، كاستمر، انا عن نفسي مش فاكر، بس خد بالك بحاول اجيب من الايه؟ من المسمى اللي في مخيلتي اللي كنا بنسميه قبل كده، يعني احنا بنحاول نثبت المسميات. اندرسكور فونز، ما هي فون يا فونز، لان انا فاكر ان انا دي ما ثبتهاش، شويه كنت بعملهم فونز وشويه كنت بعملهم فون، ما علينا هنجرب دلوقتي، هي فونز يا فون، بس في الاخر اندر سكور داتا لان ده الفيو اللي التقرير بيجيب منه. المهم في الاخر خالص هقول له ايه؟ هقول له وير، لان طبعا انا عايز ارقام التليفونات لناس معينه اللي هي جوه الجريد ده بس. وير ان الايه؟ اكيد جواه الكاستمر نمبر. وير ان الكاستمر، وانا ثبتت في المسميات اندر سكور بعد كده ايه؟ نمبر، صح؟ ان او عاملها للكاتيجوري واليونت بس اللي انا فاكره. كاستمر اندرسكور نمبر يكون ان ايه بقى؟
اروح جاي عامل قوسين كده والزق فيهم ايه؟ اتنين دبل كوت، اتنين بلس عشان ادمج نص، وجواهم الاس تي ار مين؟ نمبرز. يا اما بصفر فما ارجعش ولا هاتف، لان انا ما عنديش عملاء بصفر، لا اما بالارقام او برقم او اللي هم فين في السيرش. بس تعال نجرب كده نشوف الجدول ايه نظامه ونشوف هيعمل ايه. بس تعال الاول نعمل ايه؟ ننده على التقرير بدليل الجدول ده. يبقى هنده على نفس التقرير اللي هو ايه؟ من الام الكلاس بتاعنا دوت ران ريبورت كاستمر ايه؟ ران ريبورت كاستمر فونز. بس هديله ايه يا باشا؟ هديله الكي بي ام ده اللي انا عملته بس كده، وادي سيمكو بس ده كده المطلوب. تعال نجرب بقى كده، شغل. اوكي هندوس تسجيل الدخول وهنروح، لا مش تقارير، قلنا بقى البحث، نروح على قائمة بحث وهجيب بحث العميل. هواتف الكل خلاص ما فيهاش مشكلة، انت بتنده على حاجة جربتها قبل كده يعني، مش قصة، واخد بالك؟ حتى نفس التقرير بنفس التصميم عملناه بفضل الله، يفتح الكل او يقفل الكل، ودي حاجة شرحناها بالتفصيل قبل كده وعملنا كذا نوع منها بفضل الله. طيب نيجي بقى عند هواتف البحث، ندوس كده بشكل مبدئي. هم عندي كام موظف؟ أربعة بس، معرفش هل لهم كلهم هواتف ولا لأ. طيب تعالى نعمل إيه؟ ندوس على هواتف البحث. هما الأربعة على فكرة ليهم هواتف، بص جايين الأربعة فعلا، واخد بالك أنت؟ الأربعة. طب خليني بقى أقفل ده كده وأبحث، أكتب مثلا هنا حرف إيه؟ حرف اله، ففي اتنين هاني وهبة، دوس هواتف البحث جاب لي هاني وهبة، يبقى هو كده البحث صح بفضل الله. طيب تعال نجرب ايه كل الاحتمالات، يعني خلي احتمال واحد بس. تعال نعمل حرف الحاء كده كلهم فيهم حاء، حرف الدال كلهم فيهم دال، حرف اليه طيب في اتنين، تعال نجرب في الاتنين دول اهو اهو، علي وهاني، شايف؟ علي محمد وهاني الشاذلي. طيب حرف عين موجود في واحد بس صح؟ عين، ايوه. تعالى بقى اجرب حالة الواحد، شغالة، علي محمد خالد شغالة اهو، حالة الموظف العميل الواحد. حالة ولا واحد حط حروف غريبة كده ودوس صح كده، ما عملش ايرور، ما جابش حد خالص، شايف؟ بص ما جابش حد خالص، تمام دي كده حاجة. طيب بفضل الله لغاية كده تمام. عايزين نزود الاوبشن هنا بقى مع تقرير الكل وتقرير البحث، فبفضل الله نعمل ايه بقى؟ طبعا هتروح على الدبل كليك على اللود، لان اللود هنا انت كنت مزود عليه. هاخد من دول نسخه كوبي واحطهم تحت منهم بيست، تمام. تقرير هواتف الكل، وهنا تقرير هواتف البحث، ماشي. او ممكن شيل التقرير على اساس يبقى ايه المسمى ثابت هنا وهنا اهو، دبل كليك عليها علمت عليها، وادي باك سبيس وادي ديليت، فكده هواتف الكل بحث، هواتف البحث. طبعا هنا عايزين نخلي النين ده ار، يكمل بقى ار 3 ار 4 عشان لو في حاجه تاني ار 5 ار 6 والى اخره، وازود لهم اوبشن تحت. وعادي هناخد كوبي من دول كده، كوبي اهو، وهنحطهم هنا ايه بيست بالشكل ده، وهخلي دي ار 3 ودي ار 4، هقلب اللغه انجلش، وهاجي هنا مش ريبورت اول، لا خليها ايه فونز اول، الكليك بتاعها، وهنا خليها ايه فونز ايه سيرش. خد بالك، خد بالك فونز طلعت صح، يعني احنا لما عملنا جربنا دلوقتي فون انا ما كنتش فاكر صدقني، وما بصيتش على الجدول. لما بتكون منظم الشغل بتاعك بطريقه معينه بفضل الله بتلاقيه اسهل يعني. يعني انا لما جيت اشتغلت في هواتف البحث قلت اكتب فونز واجرب، طلعت صح، كانت ممكن تطلع فون زي جداول تانية يعني، بس جرب بقى كده. تسجيل الدخول، قائمه البحث، ايه تاني؟ هات لنا بحث العميل. اوكي كليك يمين على اي واحد، تعديل العميل، جاب لي تعديل العميل اهو، على واحد تاني تعديل العميل اهو، مظبوط بفضل الله. على اي حد كليك يمين حذف العميل اهو، تمام.
كليك يمين في اي حتة بقى، وايه تقرير الكل، طلع لك تقرير الكل. كليك يمين في اي حتة، تقرير البحث، جرب بس ايه، احط هنا اي حد، حرف اله، لا حرف ايه اله كده، ايوه. كليك يمين تقرير البحث، جاب لك تقرير البحث. كليك يمين هواتف الكل، جاب لك هواتف الكل الاربعه اللي عندك اهو. كليك يمين هواتف البحث، جاب لك الاثنين بس. بس كده بفضل، طبعا قلت لك كذا مره ان التجربه هامه جدا. يبقى احنا كده بفضل الله انهينا موضوع هواتف او تقارير هواتف العميل داخل شاشه بحث العميل بفضل الله. الاشتراك واللايك والشير والمشاهده اكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتاكد تماما انك اي حاجه بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك، ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجه بتنشرها للناس.